من التأثير من خلال صناعة الإعلام إلى التأثير من خلال السوشيال ميديا. اليوم بعالم كتير فيه الكلام وكترت فيه الصور والريلز، قليل هن اللي بيصنعوا وبيقدموا محتوى قادر يعلمنا أشياء جديدة، يرفه عنا ويترك فينا أثر. لتقديم جائزة المؤثر المفضل منرحب بسارة طيبة وصالح أبو عمر. اسمحوا لي في البداية أني أمسي عليكم بالخير وأتقدم بالشكر والتحية لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ على جهوده الدائمة قدم لنا هالليلة الكبيرة اللي جمعتنا فيكم. شكراً أبو ناصر لأنك ملهمنا. صراحة أنا وصالح كممثلين سعوديين واقفين على خشبة هذا المسرح قدام هذه النخبة من الفنانين اللي أثروا علينا إحنا شخصياً وفنياً، حاسين بسعادة وفخر صراحة، صح؟ بالضبط، أثروا فينا وتأثرنا فيهم. خلينا نبدأ في الموضوع عشان نحس لو طولنا بسلم عليهم كلهم، فخش في الموضوع. طيب. في اللي يمشي ورا حلمه وشغفه وأحلامه ويوصل، وفي اللي راهن على الموهبة والكاريزما ويوصل، وفي اللي بضغطة زر يوصل، في اللي بقوة المحتوى يوصل. تكلم عليا؟ لا يعني احس وانت بشو كنت تتكلمين علي انا؟ لا قاعد اتكلم عن الانفلونسرز المرشحين. حتى انا كنت اتكلم عنهم. الانفلونسرز اللي مرشحين لجائزه افضل مؤثر هم احمد الزام، احمد الشقير، الدحيح، مساعد الفوزان، الفائز بجائزة المؤثر المفضل هو أحمد الشقيري. يا اهلا وسهلا، اولا اعتذر ماني معاكم، عندنا تصوير لرمضان ان شاء الله نقدم لكم شيء مفيد ومسلي. الشيء الثاني احب اشكر عشرات الالاف الحقيقه من الناس، قائمه الشكر مره طويله للناس اللي كانوا معانا في مشاريعي الاعلاميه اللي عمرها اكثر من 20 سنه اليوم، ابتداء من يلا شباب مرورا بخواطر لو كان بيننا، قمره، حسام الحرم، حسام المدينه، والآن برنامج سين. حرفياً عشرات الآلاف من الأفراد والمؤسسات حول العالم كان لها دور، أنه الحمد لله البرامج كان لها نوع من أنواع القبول، فالشكر موصول لكل فرد. شكراً جزيلاً وأتمنى لكم ليلة سعيدة.